عند الحدود مع لبنان تدفع إسرائيل بست فرق عسكرية يبلغ تعداد أفرادها نحو 50,000 جندي من مختلف الاختصاصات، وهذه الفرق هي 36، 91، 98، 99، 146 و210 جرى تحضيرها لمناورة أو توغل بري داخل الأراضي اللبنانية من أجل دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني كما تقول إسرائيل. إلى جانب تلك التحضيرات تشن إسرائيل مئات الغارات دون توقف تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله كما تروج تل أبيب، إلا أن عداد الضحايا من المدنيين تجاوز 1,000. تلك الضربات الجوية تتركز على أقضية بنت جبيل ومرج عيون والنبطي وحصبية وصور في الجنوب اللبناني. تلك الاستهدافات أدت لتهجير سكان تلك المناطق، كما تستهدف تلك الغارات مناطق في البقاع الغربي والأوسط إضافة إلى الشمالي الذي يشهد أعنف الضربات في محاولة كما تقول إسرائيل لضرب الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى لحزب الله وسط دمار كبير في البنية التحتية المدنية. في المقابل يتوزع بنك أهداف حزب الله على حيفا وعكا وصفد وأطراف تل أبيب. أهم هذه الأهداف قواعد جوية أبرزها قاعدة رماد دافيد في سهل مرج بن عامر، وهي القاعدة الأكبر في المنطقة الشمالية، وقاعدة ميرون في الجليل الأعلى وتعرف بأنها عين إسرائيل في الشمال، وقاعدة مجيدو في وادي زرعين وتعتبر قاعدة عملياتية للطائرات الخفيفة والمروحيات. بالإضافة إلى ذلك يحاول الحزب استهداف مصانع عسكرية مثل مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون ومصنع الصناعات التكنولوجية العسكرية رافائيل. من شيكاغو يلتحق بي السيد كريج كاتس الباحث في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، ومن بيروت العميد ركن بهاء حلال وهو الخبير في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية، ومن حيفا الدكتور جمال زحالقة المحاضر في الدراسات الإسرائيلية وعضو الكنيسة السابق. أهلا بكم جميعا. عميد بهاء، وفق التصعيد الحاصل الآن إلى أين يتجه المشهد في ظل استمرار استهداف إسرائيل لقيادات مهمة في حزب الله؟ تحياتي لكم ولضيوفك. التصعيد مستمر، والظاهر وفق ما صرحت قيادة العدو الإسرائيلي أنه قد أكدوا على استمرار التصعيد، حيث تقوم بهذه المجازر وهذا العدوان على الشعب والمواطنين الآمنين في مناطق الجنوب اللبناني والبقاع اللبناني وبعض المناطق اللبنانية. أعتقد التصعيد سيستمر إذا لم يكن هناك أي قرار في وقت إطلاق النار من خلال الأمم المتحدة أو من خلال البيان المشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. المشهد العسكري اليوم هو عمليات تقوم عدوان عسكري من خلال عمليات عسكرية يقوم فيها العدو الإسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية تهجيرا وسفكا ويضرب أهدافا مدنية مدعيا أنها أهدافا عسكرية، وبالتالي ترد المقاومة على قواعد عسكرية ومنها مطارات تصيب الخطوط وعمق الكيان اعتبارا من نهارية وصولا إلى مرج بن عامر، وتصيب قاعدة رماد بن ديفيد. ومرج بن عامر هي العمق الـ يعني هي في عمق الكيان الصهيوني، وهي وصل هذا العمق إلى حدود 120 كيلومتر شعاع الاستهداف. مرج بن عامر هي منطقة واسعة تمتد على 351 كيلومتر، بالتالي فيها 39 تجمع سكني لليهود بحدود 42 ألف نسمة. وقد استهدفت المقاومة مقر الموساد الإسرائيلي على حدود تل أبيب بصاروخ باليستي البارحة، وكان اسمه قادر، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل في رأسه رأس متفجر بحدود 1,000 كيلوغرام. أعتقد وفق هذه المعطيات التصعيد مستمر، و
والتهديد الإسرائيلي مستمر، ورد العدوان من قبل المقاومة هو في صدد الرد هذا العدوان. طيب دكتور جمال، مكتب نتنياهو قال اليوم بأن نتنياهو رفض فكرة أي حل مع حزب الله، كيف نفهم ذلك؟ يجب أن نفهم، أنا برأيي أنه الإسرائيليون يكذبون في المباحثات السرية ويقولون الحقيقة في البيانات العالمية، وهذا بالضبط ما فعله نتنياهو، ولكن ليس أول، هذا نمط. يعني هم يقولون الولايات المتحدة موافقون والأمريكان يعيشون في وهم، ثم يأتي البيان الرسمي المعلن ويقول لا، وهذا يعني نتنياهو يقول أنه سيواصل الحرب، وعلينا أن نصدقه في هذه الحال، لأنه الرأي العام في إسرائيل يؤيد استمرار الحرب. حكومة نتنياهو قد تتفكك إن هو لم يواصل الحرب، الجيش معني بمواصلة الحرب، يعني بمعنى أنه حتى بالنسبة لنتنياهو الجبهة اللبنانية أسهل عليه سياسيا من غزة، لأنه في لبنان هناك يعني ما يسمى تقريبا حكومة وحدة وطنية، الكل يدعم هذه الحرب ويريد لها أن تستمر، ونرى حتى ممثلي اليسار الصهيوني ليسوا أقل تطرفا من نتنياهو بكل ما يخص لبنان، ولهذا السبب أنا أعتقد أنه سيواصل الحرب بالقصف الجوي بداية، لاستغلال التفوق الجوي والتفوق الاستخباراتي والتكنولوجي وفي السايبر الإسرائيلي، ومن ثم إن لم ينفع ذلك فقد يلجأوا إلى الاجتياح البري، لكن بالنسبة للاجتياح البري لا أعتقد أن القرار قد اتخذ. طيب سيد كريج، هل اليوم إسرائيل تقوم بكل ذلك عطفا على أن الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة وبالتالي هناك فسحة أو رفاهية لدى إسرائيل في مسألة أن لا يكون للإدارة الأمريكية الحالية أي ضغط أو ورقة بإمكانها الضغط عليها من خلالها، وهي في هذه الأشهر ربما من انتظار الإدارة الجديدة والتعامل معها بما يمكن أن يحافظ على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية؟ كلا، لا أعتقد أن هذا هو الوضع. إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو يتجاهلون الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر فيما يتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة، لذلك لا أعتقد أن ما يفعلونه اليوم له أي علاقة بالانتخابات الأمريكية المقبلة. إذا كانوا يعتمدون على تغير الإدارة الأمريكية ليتغير الرأي الأمريكي فسوف يفاجؤون، لأنه يبدو عند هذه المرحلة أن إدارة بايدن قد تليها إدارة هاريس الشبيهة بها، وإدارة هاريس لن تغير بشكل كبير من النهج حيال إسرائيل. أعتقد أن الضيف الكريم من حيفا لم يقرأ رأي الشعب الإسرائيلي بشكل دقيق. الشعب الإسرائيلي يريد أن تتوقف الحرب، ولكنهم بنفس الوقت يريدون من 60,000 إسرائيلي في الشمال أن يعودوا إلى ديارهم. دكتور ردك، دكتور جمال. لا طبعا، يعني أنا أسمع الأخبار وأرى الاستطلاعات وأنا مطلع أكثر من المتحدث الأمريكي، لا أعرف اسمه بكثير، يعني أنا كنت عنده في كنيست 16 عام وأعرف بالضبط ما يحدث في إسرائيل، يعني هذا هو تخصصي أصلا، الشؤون الإسرائيلية، وأنا طيب. أدرسه في الجامعة، فأنا أعرف بالضبط ما يجري. الرأي العام في إسرائيل داعم لهذه الحرب، يعني وطبعا هناك، إذا كان هناك غدا سيقول حزب هل يمكن الله دكتور هل يمكن إعادة سكان الشمال، سيوافقون على ذلك. طيب لكن دكتور، هل يمكن إعادة سكان الشمال دون الاستمرار في الحرب؟ الحرب بشكل كبير جدا. هل يمكن إعادة سكان الشمال دون الاستمرار في الحرب؟ الطريقة الوحيدة أن يخضع حزب الله لكل المطالب الإسرائيلية ولكل الشروط الإسرائيلية، وهذا واضح. مستحيل. واضح. هذه هي طيب. القضية. أيضا وهذا يتطلب أولا، قبل ذلك الشعب الإسرائيلي يريد وقف الحرب في غزة ليس في لبنان.
طيب ويريد الوقف في الحرب في غزة لأنه يريد إعادة المحتجزين، هذا هو السبب. واضح واضح. عميد بهاء، عميد بهاء أريد، اسمح لي دكتور أن أنتقل لضيفي من بيروت. دعنا نسترجع المحتجزين ثم نواصل الحرب. طيب عميد بهاء، شروط حسن نصر الله التي وضعها ومسألة إسناد غزة، هل اليوم وفق ما يحدث من معطيات في الداخل اللبناني وربما ردة الفعل الشعبية التي من خلالها بدأت حركة نزوح، هل ستكون ضاغطة بشكل أو بآخر وتغير رأي أو تجعل حسن نصر الله يتنازل عن هذه الشروط؟ لا أعتقد أن ما طرحه السيد نصر الله هي شروط هو طرح في حديثه، عمليا ما كان قد أصبح واقعا منذ 18، ما أصبح واقعا من 18 هي مساندة الجبهة اللبنانية، مساندة جبهة جنوب لبنان المتمثلة بالمقاومة بحزب الله، جبهة غزة. وأنا أخذ هذا الجواب إلى سؤالك الذي طرحته إلى عزيزنا الدكتور عن موضوع ما هو الذي هل يعود سكان المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة من دون استمرار الحرب؟ أنا أعتقد نعم، ليس بخضوع حزب الله لشروط إسرائيل، بل بكل سهولة فليقبل نتنياهو والإسرائيليين بوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي عندما يقف إطلاق النار في غزة يقف إطلاق النار وتقف جبهة المساندة في جنوب. أعتقد هي معادلة كانت سهلة جدا، لكن اليوم بعد هذه التعقيدات التي قام بها العدو الإسرائيلي بعد هجومه على لبنان والعدوان الذي يحاول أن يفرض بالهيمنة التصعيد، ويريد أن يفرض معادلة جديدة وهي المستوطنون في الشمال، إعادة تأمين الشمال مقابل إعادة السكان وسكان الجنوب الذي هجرهم من جراء تصعيده، وهو هكذا يريد أن يفاوض تحت النار ويريد فك الارتباط مع غزة بالقوة. أعتقد أن هذا الموضوع غير مقبول ولن يمر، ولا أعتقد أن هناك تراجع عن هذا الموضوع. واليوم كان موقف الحكومة اللبنانية الممثلة بالرئيس ميقاتي واضحا في الأمم المتحدة، وهو هذا هو الموقف الرئيسي للدولة اللبنانية. طيب دكتور جمال، ما قدرة إسرائيل على فتح أكثر من جبهة؟ يعني عندما نرى ما يحدث في قطاع غزة ثم نرى مسألة الاستهدافات التي خرجت أو ما يسمى بالاغتيالات التي حدثت وصلت لداخل إيران، نرى ما يحدث في على الأراضي السورية، واليوم ما يحدث مع حزب الله في لبنان، ما هي القدرة التي تمتلكها إسرائيل التي يقال بين قوسين بأنها تعاني في قطاع غزة لفتح كل هذه الجبهات؟ إسرائيل لا تفتح الجبهات، عدة جبهات بنفس القوة. ما يحدث في غزة الآن إنه لم تعد الحرب بنفس الكثافة والقوة التي كانت في الماضي. إسرائيل تقصف وتقتل يوميا العشرات، صحيح الجريمة مستمرة وحرب الإبادة مستمرة، لكن القوات العسكرية في غزة الآن هي بحجم أقل بكثير من الماضي، ما سمح بنقل قوات كثيرة إلى الشمال وإلى الجبهة الشمالية وحتى يكون مركز الثقل هناك. إسرائيل لا تستطيع، يعني صعب جدا عليها أن تخوض حرب على جبهتين بقوة كاملة، لكن الاستراتيجيين الإسرائيليين كتبوا قبل سنوات أن إسرائيل، الاستراتيجية الإسرائيلية يجب أن تبنى على الاقتراب من الحسم في جبهة ثم الانتقال على إلى الثانية. ولهذا السبب يعني ما يحدث الآن هو بالضبط أنه إسرائيل خففت من حربها على غزة، لم يبقى ما تدمر في غزة وانتقلت إلى الحدود الشمالية. طبعا إسرائيل تواجه معضلات كبيرة جدا، لأنه يعني هي أصلا هي اختارت الحرب، دعنا نقول الحقيقة، إسرائيل اختارت الحرب والخيار الحربي. كان بإمكانها أن تتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة وتبادل للأسرى، وهذا سيؤدي بالنتيجة
ليس فقط إلى وقف طيب القتال على الجبهة اللبنانية، وإنما كل الجبهات واضح. كانت ستهدأ دفعة واحدة، وعندها يمكن التوصل إلى حل ما. لا ننسى أنه يعني نقطة مهمة جدا، أن المستوطنين لا يقبلوا العودة لمجرد أن هناك هدنة ووقف نعم إطلاق النار على الحدود واضح اللبنانية. دكتور. هم يريدون أن يكون إبعاد لقوات حزب الله عن الحدود إلى ما بعد الليطاني، بدون ذلك هم نعم لن يعودوا أصلا. تقصد حتى لو تم ذلك، يعني نصف نعم النازحين دكتور الإسرائيليين من الشمال يقولون الآن بدون أي، نحن لم نعود تحت أي ظرف. واضح بأنك تقصد ربما اختار استمرار هذه الحرب دكتور، لم أكن يعني مخطئ. لا يعني كان بإمكانها بالنسبة للشمال أن تختار الخيار نعم الدبلوماسي طيب السلمي، واضح إيقاف دكتور، الحرب في اسمح غزة لي دكتور. وإيقافها.